حبيبي يستخدم 020 كام راح الكام راح والليفتر 020 ينظفها هذا موتري نفس الشيء 020 الكام راح والليفتر 020 الكام راح والليفتر كام راح هاي عاده هذا 020 الماكينه كامله راحت يبي له مكينة كاملة من السكراب انكسرت البكينة عنده ويا الماي البلوك انكسر عنده جيمة المكينة فشوف كل من الآيل يستخدمون الآيل 020 الحين نصهم هايلة مال لوموزين هايلة هذا ماشي 900,000 هذاك ماشي 400 وشوي هايل أكثر ناس يحرقون الآيل فأنا يوم نقول لهم حطوا 10W40 لا غالي كيفكم نحط لهم 20 يون هذا مرتين شادين مكينته وحين ياسم خلصينه هذا الآيل الصح هذا الآيل اللي بين أجيكم 10W40 شو ما كان الشركة الشركات أنا ما أتكلم عن الشركات أتكلم عن الرقم الشركات الممتازة كاسترول وعندك موتول وعندك يعني في شركات قوية بس هايلة شوية منهم يبون إيسيديلكو في شركات قوية يعني في وايد شركات قوية أنا أستخدم كاسترو فأموري في السيفتي الحين توا جيمس طلع كان مكينة مخلصينة صاروا يجربونه بيردون شوف يوم يكون آيل 020 شوف كيف يتآكل الليفتر أنت تقولي مسامات ما في مو موضوع مسامات موضوع ان الايل خفيف ما في لزوج يعني اللزوجة تكون خفيفة يعني فيتاكل مع الكام ياكل الكام شوف الموتر مطيع شوف هذا اوكي لفتر راح دراح كله 020 زيد الايل وما توصل لك ليش اللزوجة تكون الايل يكون غليظ ما في احتكاك ما في احتكاك اخوي